سأذهب وأحضر بعض الماء. ماذا جرى؟ ما بك يا حنة؟ ماذا حدث؟ لقد استولى عليك الضعف مجددا يا حنة. أنا بخير بخير. ماذا أفعل؟ ليس الأمر بيدي، إن خيالها لا يفارقني لحظة واحدة، وأينما نظرت تتراءى لعيني صورتها لا تفارق خيالي. تعلمين أن لا ولد لي، لكنني أعلم كم تتعذبين. أنت تهلكين نفسك يا حنة. أظن أن عليك أن تتوجهي لرؤيتها هذا اليوم. يجب علي ألا أكثر الظهور في المعبد، وإلا فلو رأتني فسوف يصبح البقاء في المعبد صعب عليها. من مريم؟ لابد وأنها ستتحمل. إنني أفي بعهدي. لم يكن عهدك أن تبتعدي عنها، وإنما كان نذرك أن ترسليها إلى المعبد وقد فعلت. حنة، عاطفتك تجاه مريم إلهية، اذهبي لرؤيتها، لا تترددي، اذهبي والتقي بابنتك وضميها إلى صدرك. يا بني إسرائيل، طهروا نفوسكم قبل أن يأتي المسيح وتقف أمامه بعاركم. ما هذا الحرص منكم وإقبالكم على متاع الدنيا؟ وما غفلتكم عن آخرتكم؟ سيبرأ المسيح في أفعالكم أمام الرب يوم القيامة. سيأتي قريباً ويلومكم أنتم الذين تأخذون أموال اليتامى من بيوتهم، وأنتم الذين ترتزقون بالصيرفة والقليل من البيع، أنتم الذين تقومون بكل هذا الظلم، أنتم الذين تسميتم باسم الفريسيين وتريدون أن تكونوا مخلصين للرب، ولكن كيف تستطيعون أن تفعلوا كل هذا؟ كيف؟ أنتم تلبسون رداء الكهنة وتتكلمون بكلام الصالحين المؤمنين، لكنكم لا تسيرون في طريق الحق والعدل. أليست هي المرأة ذاتها التي كانت موثوقة؟ نعم، إنها هي امرأة شريرة، لا هي تهدأ ولا هي تدع الناس بسلام، هذه حالتها على الدوام يا أخي. من الواضح أن قلوبكم ليس بداخلها سوى حب الدنيا، ولا شيء على ألسنتكم سوى خداع الجهلاء. اعلموا جيدا أنه يغضب منكم كثيرا، لأنه سوف يحكم بالعدل والتقوى والحق، وسيزيغ أثر يا ميخائيل والكذب والخداع. للمتدينين مشاكلهم معكم أنتم الفريسيون. إذن انتظر حتى يسخن لسانها وستقوم لخدمتكم أيها الصدوقيون. أنتما لماذا تقفان هنا؟ اذهبا لمتابعة الدروس. أيتها المتكلمة، من الأفضل لك أن تحكمي شد وثاقك جيدا، على الرب يمن عليك بالشفاء العاجل. لا بأس، إذا ما كنت سأشفى حقا.
ما بك؟ هل أنت بخير؟ لماذا تشعرين؟ هوني على نفسك، اهدئي، اهدئي. لا تقلقي يا حنة، أنا بخير. لرؤية مريم قبل الآن، ولماذا انقطعت عنها؟ أين مريم؟ أين يا ابنتي؟ كيف حالها؟ مريم، أريد رؤية ابنتي. انتظري قليلا، سوف ترينها، صدقيني. لا أستطيع التحمل، مضى الوقت وأنا لا أستطيع النوم أو الأكل، وقد أوهن المرض قواي وأضعفني. أنا واثقة أن فراق مريم هو الذي أقعدك هكذا، فديتك بنفسي. أي عذاب هذا؟ ولأجل ماذا كل هذا العذاب؟ انتظري، مريم. مريم، 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 هل ستأتي ابنتي إلى هنا؟ لا أريدها أن تراني، لا أريدها أن تأتي. لماذا؟ لأني أخشى أن تراني هنا، ويصعب عليها البقاء في المعبد. مرحبا مريم، كيف حالك؟ أنا بخير. وكيف تشعرين الآن مريم؟ هل تشعرين بالرضا؟ نعم، شكرا لله. ما هي أخبار والدتي يا خالة؟ إن أمك بخير يا عزيزتي. أنا قلقة عليها ولا أدري ما الذي أصنع. ترى أتدري أمي كم أحبها؟ فليس في دنياي من أحد سواها. أما سيد زكريا فقليلا ما أرى، وعندما أفكر بوالدتي خالتي يزداد شعوري بالوحدة كثيرا. ذاهبة، يرعاك الله. رأيت طبيبي، لكن يدي لم تصل إليه.
أما وقد رأيتها من بعيد وسمعت صوتها فلم تعد لدي أمنية في الحياة. ليحرسك الرب. صعب أن يتصدع قلب الأم على ولدها، لكن ما كان أفضلها من أم. تلك هي إرادة الرب ومشيئته. لقد وفت حنة بنذرها، فاصبري وارضي برضاها يا إليصابيت. إن قلبي يتفطر لأجلها. لقد كانت على وشك أن تقطف ثمرة صبرها، ولكن سرعان ما ابتعدت عنها مريم. كانت تقول لي دائما إن غياب مريم يكاد يفتت قلبي. لقد أحسنت حين ذهبت لرؤية مريم. دفنت قربها. مريم كيف سنخبرها؟ مرحبا مريم. مرحبا يا جدي. فيما تفكرين يا ابنتي؟ انقضت 6 أشهر و17 يوما منذ قدومي إلى المعبد. وهل كانت هذه المدة قاسية؟ لا، لكنني أفكر كل يوم ينقضي علي هنا بالوقت الذي سوف تأتي به والدتي لزيارتي، ولكن الليالي والأيام تجيء وتذهب ولم تأتي أبدا. إن ذلك يصيبني بالغم وبشعور غريب. قل لي يا جدي، هل من المعقول أن تنسى الأم ابنتها العزيزة؟ لا، لا تنساها. إذن لماذا لا تأتي والدتي لرؤيتي؟ لماذا تبكي يا جدي؟ ما الموضوع؟
مريم، تذكرت أنا الآخر والدتي التي أحبها. وهل تركتك وحيدا أيضا؟ ما زلت أذكر، ذهبت يوما لإحضار الحطب من الغابة، وفجأة شعرت بالحزن الشديد في قلبي، ومثلك أيضا شعرت بشعور غريب لا أستطيع وصفه. وعندما عدت رأيت عددا من الناس قد اجتمعوا أمام منزلنا، فتخطيت حشد الناس ودخلت إلى المنزل، فرأيت أمي ترقد بسلام، كانت عيناها مغمضتين، بدت لي وكأنها كانت نائمة، لقد كانت ترقد في سريرها بكل سكينة، لم تكن تبدو مطمئنة في أي وقت كما تبدو الآن، وكأن آلام الحياة وعذاباتها قد غادرتها دفعة واحدة. طوقتها بذراعي بكل حب، قبلت وجهها ويديها فلم تستيقظ. هل تريد أن تقول لي شيئا يا جدي؟ أهو شيء يتعلق بوالدتي؟ أمن الممكن أن تكون قد عرفت الآن لما لم تأتي لمقابلتي. صغيرتي، والدتي وأنا أوضعتها في يديك، فاغمرها بحنانك ورحمتك ولا تتركني في وحدتي، فإنها تحزن قلبي وتشعرني بالغم. Oh,
نحن نضيع الوقت لنجعل منكم بشرا. ألم أقل لك إنه لا ينبغي أن تملأ الجرار إلى هذا الحد؟ فعندما تنكسر تقول إنها كانت ثقيلة. أنت قلت لنا أن نملأ نصفها. لا تطل لسانك، فهمت؟ قل لي لمن تأخذ هذا الماء. إلى العم يوسف. العم يوسف؟ قل له أن يأتي بنفسه. اذهب إلى عملك، هيا. أيها العم يوسف، أيها العم يوسف، ما بك؟ انظر إنهم يؤذوننا. لا عليك. مرحبا يا أحبائي، اذهبوا أنتم، سأحضر الماء بنفسي. أيها الأعزاء، إن الخدم ضعاف ولا يستطيعون حيلة، وقد أتوا إلى هنا لكي يتعلموا منكم المحبة. هذه هي العادة في المعبد، نحن أنفسنا تعلمنا بهذه الطريقة. تذكروا إذن آلام طفولتكم، من غيركم يستطيع تبديل هذه العادات الخاطئة؟ ولا تنسوا تعاليم الكتاب المقدس الذي يقول لا تؤذوا أحدا. لو تعلم يا سيد يربعام كم هي نفقات المعبد لما تحدثت هكذا. إننا قد جددنا اتفاقنا مع الصيرفيين للاستفادة من السوق، وكل غريب يدخل إلى أورشليم عليه أن لا يلجأ إلى غيركم لتبديل نقوده إلى تشيكل. تأخذون منه 3 قطع من أجل هذا التبديل، وتذهب واحدة منها إلى جيوبكم. في الحقيقة إن هذا غير عادل، كما أنكم يا سادتي تستولون على كل نظرات اليهود وزوار المعبد، ثم يأتي جنود هيرودس ليقول لنا إن الضرائب قد ارتفعت وعليكم تسديدها. كم تتصورون أننا نملك نحن الصيرفيين المساكين لندفع لكم كل هذه الضرائب؟ لماذا لا تلتفت إلى أن هيرودس يأخذ الضرائب منا؟ إذن قل لي، لماذا لا تسدد ضرائب هيرودس؟ برأيي يجب أن ترفع فوائد القروض، ستبقى حصتكم نفس تلك القطعة، لا تخافوا. وهل جننت؟ نرفع مستوى الفوائد؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. إن هذا ظلم كبير. إن الناس يعانون من وطأة مصاعب الحياة، وهم يقضون أيامهم بمشقة كبيرة جدا، سيتمردون إذا فعلنا. ومنذ متى؟ منذ متى تفكرون بأحوال الناس المساكين؟ إذا لم نفكر نحن بالناس، فمن الذي يفعل ذلك برأيك؟ ما بك سيد يا سكار؟ لم أرد أن أتسبب بعذابه، سامحني سيدي. لم يكن ذلك بسببك. إن هذا المرض يعذبه منذ سنوات طويلة. اعذروني، فهذا الوضع أفقدني صوابي. يقولون إن لمريم ابنة عمران كرامات، فلماذا لا يذهب إليها؟ إن كل المرضى الذين تدعو لهم يشفون على يدها. اسمع يا أرون، لو كانت مريم تستطيع أن تعالج وجع قدمها لما كانت تعرج منها. أنتم تعلمون أن وجع مريم بسبب كثرة وقوفها للعبادة. تعال وانظروا إليها. ابتعدنا من هنا. لكن لماذا سيدي؟ نريد أن نرى مريم. ابتعدنا من هنا. نريد أن نتمرد منها. هيا ابتعدنا من هنا. هيا ابتعدنا من هنا. اذهبنا من هنا. حسنا سنذهب. هيا هيا للخلف. هيا ابتعدنا. إن أغلب الناس الذين يأتون لزيارة المعبد إنما يأتون لمقابلتها، وأنتم لا تعلمون أنكم تساعدون على ذلك بأنفسكم. إن هذا بسبب الناس وخرافاتهم. إن الناس يسعون وراء الخرافات. إن هذه مشكلة جديدة أيضا. على أي حال، سوف يمل الناس جميعا من مريم في يوم ما. إن هذا الكتاب المقدس هو كتاب للحياة، ونحن أبناء التراب كمثل التائهين بظلمة ليل في الصحراء، فإذا لمع البرق في السماء للحظة وضحت لنا الطريق،
أما الكتاب المقدس ونبي طريق الحق فهما سراجا ظلمتنا، فقوموا لاتباع تعاليم نبيكم زكريا لتبعدوا عنكم نار جهنم. أيها الناس، اعلموا أن صوت حسيسها يسمع من بعيد. سيأتي المسيح ويسقط عبدة المال عن عروشهم، واعلموا جيدا أن الجنة من نصيب من يسد جوعه بالخبز والتين المجفف، وأن الجنة من نصيب من يهيئ لظهور المسيح ويستقبله بالزهور والزغريد والفرح والتقوى والمحبة والإيمان أيضا. إن الله وعد داود وقال: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين والصالحين والمؤمنين. فسأل داود: وكيف أبشر المذنبين وأنذر المؤمنين والصالحين؟ فقال الرب: بشر المذنبين أنني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين والصالحين والمؤمنين أن لا يغتروا بعملهم، سيما وأن العبد لا يحاسب قبل موته. وقل: أيها الأحبة، إن الغرور يوجب الهلاك، استصغروا ما حسن من أعمالكم واعترفوا بتقصيركم أمام ربكم، إنه يعلم صلاح عباده، فإن الرب هو الذي خلقه. الرب لا يرضى بهذا الظلم. أي ظلم هذا؟ أهو الظلم الذي تتآمرين به على عرشي وتاجي؟ لست ممن يتآمرون، وأنت تعرف. إن الجميع هنا يقولون ذلك. عشت معك سنوات طويلة وأعلم طباعك جيدا. إنك تقع تحت تأثير المغرضين والوشاة دائما، وكل أولئك متفقون ضدي. أين هم الوشاة؟ إذا لم تكوني مذنبة فبماذا تبررين اجتماعك المتكرر الذي اعتدت عليه مع اليهود المتعصبين؟ إن اليهود الفقراء متعلقون بي، فهل تعتبر مساعدتي لهم خيانة؟ نعم هي الخيانة، أوليست هي ما تحاولين فعله للتأثير على رعايا الملك؟ إلى أن يأتي اليوم الذي يتلقون أوامرهم منك أنت عوضا عن أوامر ملكهم؟ برأيي إنها أكبر خيانة. لا، ليست كذلك. إنني أردت العناية والاهتمام برعاياك، أولست أنا زوجة الملك؟ فإذا ما أحبني هؤلاء فكأنهم أحبوك أنت. أم أنك لا تريد أن يحبك من هم تحت قبضتك طالما تحدثت أنت عن هذا الأمر؟ ليست هذه من عادة الحكم. ألم يكن والدك أنتيكونوس ملكا ويحكم بهذه الطريقة؟ ألم تري عندما أتى لمواجهتي وكان على أتم استعداد كيف انهزم أمامي ذليلا؟ إن والدي لم ينهزم، إن اسمه مازال حيا بين الناس جميعا، إنه حاكم على القلوب. العمل الذي يعجز عنه الكثير من الحكام. أرأيت كيف أنني ما غششتك؟ إن هذه المرأة تريد أن تنتقم منك لأبيها المهزوم وإحياء اسم سلالتها المنسي من جديد. اعلمي إذن أنني ابنة أنتيكونوس ملك اليهود العظيم، وكان أبي من أسرة هيركانوس الثاني. نعم، ما أسهل أن يشتم من يمسك بالسلطان والقوة سلالة الملوك الماضية العظيمة. إن هذا العمل لا يحتاج إلى الشجاعة والنسب الأصيل. عديمة الحياء. وأما هزيمة والدي في الحرب بدعم من جيوش أمبراطورية الروم فأمر لا يبعث على زهوك وافتخارك مطلقا. أيها الحراس خذوها واحبسوها في الزنزانة المظلمة. سآمر بصلبك مريم، وسأسلخ جلدك أيضا. سأعمل على أن تركعي عند قدمي صاغرة ذليلة تطلبين العفو. هيا خذوها حالا. أيها المعظم، لكنها السيدة مريم. السيدة مريم. قلت خذوها الآن. هيرودس، فلتحذر إذن من ذلك اليوم الذي ستحرقك فيه نار ظلمك.
أرأيت يا أخي كيف أنها أظهرتني يدها الخبيثة على لسانها؟ إنها امرأة مغرورة يا أختي، فما الذي ينتظر من ابنة الملك أنتيكونوس غير هذا الذي سمعته؟ آه منك، يبدو أن شغفك بهذه المرأة لن ينتهي أبدا. ألم تفهم بعد أنها قامت بتحقيرك؟ لقد حقرتني، إلا أنها لم تعترف. كلا، لم تعترف. إن هذا السجن هو نفسه الذي كان قائما زمن والدي. والذي لم يكن ليتصور أنهم سيرمون فيه ابنته يوما. أيا كان فهي ليست مملكة داود وسليمان. إذا كان السلطان إنسانا عاديا كوالدي فلا مهرب من ظلمه وجبروته، ولعلي سأحمل تبعة نار ظلم الذين كانوا يقبعون في هذا السجن المظلم في زمانه. وقتها كنت فتاة فارغة بلهاء، لا علم لي بعذاب وآلام الناس، أو لعلي أتحمل عاقبة رؤيتي لمريم من بعيد منذ سنوات. لقد دار علي الزمن بدوائره. اسكتي يا مريم وتحملي، فلعلها آخر ما تجوزين به قبل انعطاق جسدك الترابي. لكن ليتني أراها مرة أخرى. مريم، مريم. اليوم إن يوم السبت هو يوم مقدس، فتوجهوا فيه إلى الرب ولا تبقوا هنا، وإلا فلن يكون جزاؤكم يوم الحشر والحساب سوى عذاب نار جهنم. إن هذه العجوز لتمل من الكلام. هذا الكلام خطير جدا. الجميع يعرف أنها عجوز مجنونة. ألم تقرأوا أيها الناس التوراة التي تقول لا تشتغلوا في هذا اليوم أبدا، لأنه يوم التكفير ليكفر لكم في محضر يهوى، وكل من لم يعمل في هذا اليوم سيكون جزاؤه حسنا عند الرب. إنها محقة، إنها محقة، فاليوم هو السبت واشتغالنا فيه معصية. ما هذا الكلام؟ أي معصية؟ أولا ترى الكهنة يا رجل، توقف يا عزيزي توقف. إلى أين؟ لقد ذهب، فما عسانا نصنع بسوقنا هذا؟ لا أعلم أبدا، أنا لا أعلم، إنها مجنونة. توبوا أيها الناس، توبوا توبة حقيقية ولا تذنبوا، فالذنوب تمحق البركة من أرزاقكم كليا.
مرحبا أيتها المرأة الصالحة، حنا ابنة فنوئيل. ما الذي تريده؟ إنك خطيبة بارعة جدا، ما رأيك لو أعطيتك بعض المال لتخطبي في مكان آخر؟ وماذا عن عزرائيل؟ عزرائيل؟ أتجيب عزرائيل ببعض قطع من المال أيضا؟ يا سيد ميخائيل، لابد من إخراج هذه المرأة العجوز من هذا المكان حفاظا على مصلحتكم، لأنها ستفرق الناس وستعود بالضرر الجدي على رزق المعبد. أخرجوها لتذهب إلى مكان آخر. إننا منزعجون منها جدا ولا نستطيع معها شيئا. أما الآن فنعم. أيتها المرأة، لماذا تحدثين الضجة في المعبد؟ إذا لم تصمتي سآمرهم بإخراجك من هنا. إنك تتكلم الآن بنفس طريقة جنود هيرودس، ويدك بأيدي الصيرفة وعباد المال، تريدون سلب الناس أكثر فأكثر. أوليس هذا هو بيت الرب؟ أو أنكم لا تريدون أن نمتثل أبدا لأمر الرب في أيام السبت أيضا؟ أيها الناس لا تصغوا إليها، إنها تكفر. خذوا كلام الرب منا نحن الذين قرأنا وحفظنا كتابه وتعاليمه جيدا. إن كل هذه الأوراق التي أصبحت كتابا هي الخيانة للذين حملوا العبء الثقيل له. إنها مجنونة، إنها مجنونة. اذهبوا إلى أعمالكم، لماذا تستمعون إلى تلك المرأة وأمثالها؟ إنما نقوله لكم هو الحق وليس سواه. التفتوا إلى مكاسبكم واهتموا بأعمالكم، فقد سمعتم ما يقوله الكاهن. فاذهبوا، اذهبوا. إنه سجان يا سيدتي. حسنا، ما هي الأخبار؟ إن سيدة مريام صامتة طوال الوقت، ووفقا للأوامر فقد أعطيناها ثياب السجناء واستلمنا ثيابها. ألم يأتي أحد من أنصار زكريا لزيارتها؟ لا سيدتي، لا أحد على الإطلاق، وقد امتنعت حتى عن لقاء وصفتها، ولا أحد يجرؤ على زيارتها، إنها وحيدة هناك. وماذا تفعل الآن؟ لا شيء سوى الدعاء. تقول الدعاء؟ فهي لم تستسلم بعد إذن، أليس كذلك؟ ما تزال عنيدة ومغرورة كأبيها. امنعوا عنها الطعام منذ اليوم، وإن لم ينفع ذلك امنعوا عنها الماء. ولكن الماء يا سيدتي. اسكت في الحال، نفذ كل ما تقوله سيدتك. سوف أذلك يا مريم وسترين. ألم تكفي عن صب نار حقدك عليها أنت أيضا؟ ولماذا أنت منزعج؟ إن مريم ليست أما لك. أنا أعرف حب هيرودس لمريم، فإذا ما تحول هذا الحب إلى حقد فإن نار الحقد سوف تحرقنا جميعا. لا تكن طفلا يا أنتيباتر، فأنت من سيرث تاجه وعرشه. يجب عليك التفكير منذ الآن لتدعيم سلطانك، وإلا ستندم. افهم أن مريم هي أشد أعدائنا خطرا. تلفعت نجما بأيدي السماء، وأزهرت في محفل الأنبياء، فأضحى بمحرابك المنتهى، وأصبحت سيدة للنساء. لأنك لك روض الجنان، تغشاه طول الرضا والحنان، ولم يبقى بينه صلب.
خشوعا وعرش الجلال مكان.